السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. عربيات الشخص والناس اللي بتحب عربيات تويوتا وعربيات نيسان، معانا النهاردة موديل تويوتا أو نيسان، بصراحة مش متأكد إذا كان تويوتا ولا نيسان. المهم إن العربيات دي في مصر في المنطقة العربية بتاعتنا بيسموها عربيات شخص، معرفش بصراحة الشركة نفسها مسمية الموديل كده ولا ده مسمى عندنا إحنا بس اللي مسمينها كده. فالمهم حابين نشوف مع بعض علبتها من بره، عندنا اكتر من موديل بنفس الكرتونه ونفس العلبه، لكن طبعا مع اختلاف الموديل نفسه. الشركه بتقول لك احنا بنعمل كل الموديلات اللي موجوده قدامك في الصوره دي. خلينا مع بعض نفتح العلبه ونشوف محتواها اللي احنا عارفينه طبعا، يعني العربيه والريموت كنترول وصله الشاحن والبطاريه وبس كده. معانا هنا بطاريه بسعه 700 ملي امبير 4.8 فولت، وكمان وصلة شاحن يو اس بي تقدر تحطها في اي شاحن وتشحن بيها البطارية. العربية نفسها خلينا كده نفكها من الكفال اللي فيها من تحت. دي العربية نفسها زي ما احنا شايفين شكلها بصراحة حلو جدا. عندنا كمان فيها إضاءة أمامية تشتغل وهي العربية ماشية لقدام بس، وفي جزء التخين ده بصراحة مش عارف هم ليه عاملين الجزء الجامد ده بالسمك ده، ممكن عشان والله أعلم هم عاملين العربية أكتر إنها تبقى ماكت حاجة تتحط كده منظر، لكن طبعا احنا مش بنعتمد على المنظر بس، احنا كمان بنعتمد على انها بتتحرك. فخلينا نفك الريموت كنترول بتاعها هو كمان. الريموت بتقدر تتحكم عن طريقه في العربية قدام ورا يمين شمال. الريموت بسيط جدا، وانا بصراحه بحب الحاجات البسيطه اللي مش معقده واللي ما فيهاش شغل كتير. خلونا نفك الغطاء بتاع البطاريه ونركبها مع بعض، ده عشان خاطر الناس اللي بتحب التفاصيل. في ناس بتحب التفاصيل بزياده، بيبقوا حابين يشوفوا البطاريه بتركب ازاي. بطاريه بالوصله بتاعتها بتركب بشكل بسيط جدا بس كده. بعد كده القطعة دي بتنزلها في المجرى ده، وبعدها بتروح منزل البطارية نفسها، هي بتنزل كده ونروح قافلين الباب أو الغطا بس. الموضوع سهل طبعا، بنربط المسمار، لكن خلي المسمار على جنب دلوقتي. نشغل العربية من زر التشغيل، بعدها نجرب نشغل كده. الموتور قوي، تقدر تتحكم قدام ورا، وعندنا كمان هنا شمال ويمين. الإضاءة الأمامية بتشتغل وهي العربية ماشية لقدام. العربية فيها من جوه تفاصيل كده، بعض التفاصيل في عندك كراسي في دريكسيون. الموضوع بصراحه يعني مدي لك ايحاء كده ان العربيه عربيه حقيقيه، وكمان العجله اللي ورا اللي راكبه هنا دي مدي لك طابع برضو ان العربيه عربيه حقيقيه مش عربيه لعبه. بخصوص وقت التشغيل وعمر البطاريه، فالبطاريه بتكفي معاك وقت تشغيل اكتر من ربع ساعه. خلينا كمان نبص بصه كده، في شيء غريب هنا انا بصراحه مش عارف هو ده ايه. في حاجه غريبه هنا في السقف من جوه، وقطعة كده معدنية وفي سلك مربوط فيها، فدي مش عارف دي لازمتها ايه او دي مهمتها ايه. في سلك ملحوم في الجزء العلوي من العربية من جوه، السلك ده رايح فين بصراحة مش عارف. ممكن دي يعني ما افتكرش ان القطعة دي محطوطة علشان ممكن عشان تزود الاتصال بتاع الريموت، بصراحة مش عارف.
القطعة اللي عاملة زي حرف الزت دي، أو عاملة زي حرف الإس، أو عاملة زي رقم 2، في سلك كده ملحوم فيها ونازل تحت. صراحة ما أعرفش ده مهمته إيه بالظبط. طيب استعرضنا مع بعض العربية، شفنا شكلها من بره وتصميمها عامل إزاي، وخلونا مع بعض دلوقتي نروح على فيديو التجربة. وصلنا مع بعض على فيديو التجربة، وخلينا نشوف أداءها على أرض الواقع عامل إزاي. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى لو عجبكم تعملوا إعجاب للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان تتابعوا معنا كل جديد. تابعونا هنا على يوتيوب، على تيك توك، على تليجرام، على فيسبوك، على انستجرام. إن شاء الله هتلاقونا موجودين في كل مكان علشان نقدم لكم دايما كل جديد. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.